السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ احنا النهاردة ان شاء الله هناخد درس جديد من دروس اللغة العربية للصف الثاني الابتدائي. يلا نفتح كده مع بعض صفحة 112. بتتكلم عن ايه؟ الدرس ده بيتكلم عن ايه؟ بيتكلم عن التواصل عبر الزمان. يعني ايه كلمة تواصل قبل ما نبدأ درسنا؟ يعني ايه كلمة تواصل؟ تواصل يا ولاد يعني ارتباط، التقاء، اجتماع، مشاركة، دي كلمة تواصل. فأول حاجة النشاط دوت بيقول لنا رتب الصور من القديم إلى الحديث. عندنا هنا 3 سيارات، سيارة حديثة وسيارة قديمة جدا وسيارة إيه متوسطة. إيه هنا أقدم سيارة؟ أهي السيارة اللي في النص. طيب إيه السيارة المتوسطة؟ أدي السيارة المتوسطة. طب إيه السيارة الحديثة؟ أدي السيارة الحديثة. ده بيقول لنا إيه؟ بيقول لنا إيه يا أولاد؟ بيقول لنا إن السيارات ديت من قديم الزمن لغاية دلوقتي في تدرج، في إيه؟ في تغيير. فبرضو الوسائل اللي احنا هنستخدمها النهاردة في درسنا برضو متغيرة. تعالوا نشوف النشاط ألف، صل كل كلمة بمعانيها. جايب لنا هنا 3 معاني، والمعاني ديت احنا هنحتاجها في الدرس بتاعنا اللي هو الأساسي اللي هو اسمه الإيه؟ التواصل عبر الزمان. ال3 معاني دول هنحتاجهم للإيه؟ للدرس، ودي أول مرة إيه؟ تسمعهم أو إيه؟ تعرفوهم. عندنا الجملة الأولى بتقول إيه؟ يحب عادل ركوب الإيه؟ الجياد. يعني إيه الجياد؟ الجياد يعني الأحصنة، جياد يعني الأحصنة، ومفردها حصان. تعالوا نشوف الجملة الثانية، حضر الحفل عدد هائل من الناس. يعني إيه كلمة هائل؟ هائل يعني كبير وضخم، يبقى كلمة هائل يعني كبير وضخم. الجملة الثالثة بتقول في المدرسة اخترعت شيئا يشبه الصاروخ. يعني ايه كلمة اخترعت؟ اخترعت يعني ابتكرته. 3 كلمات دول بمعانيهم هنحتاجهم ان شاء الله في درسنا اليوم. درس النهاردة بيتكلم عن التواصل عبر الزمان، وانا خدنا يعني ايه التواصل؟ قلنا يعني مشاركة او التقاء او اجتماع مع بعضنا البعض. هنقرأ كل فقرة ونبدأ نشرحها. نبدأ من أول فقرة، منذ قديم الزمان اهتم الناس بالتواصل مهما بعدت المسافات. يبقى من قديم الزمن اهتم الناس بالتواصل، يعني التواصل يعني المشاركة، حتى والمسافات بعيدة برضو الناس كانت بتحب ايه تشارك بعضيها الايه البعض. ازاي؟ تعالوا نعرف. في البدء استخدم الناس الحمام الزاجل لإرسال الرسائل لأنه سريع وعنده قدرة على معرفة الطرق والأماكن. يعني إيه؟ في البداية ما كانش لسه الاختراعات ولا التكنولوجيا ظهرت، فكان الناس بتوع زمان قوي بيستخدموا الحمام الزاجل. إيه الحمام الزاجل ده؟ ربنا إداله موهبة إن هي إيه؟ إن هو سريع الطيران وعنده قدرة على معرفة إيه؟ كل الأماكن. يبقى أول وسيلة استخدمها الناس كانت هي الحمام الزاجل لإرسال الرسائل. طيب بعد ذلك قام الأشخاص بإيصال الرسائل سيرا على الأقدام أو بواسطة الجياد، وإحنا خدنا الجياد يعني الأحصنة. بعد كده استغنوا عن الحمام الزاجل وبدأوا إن هم يوصلوا الرسائل على إيه؟ عن طريق الأقدام، يمشوا أو يركبوا الحصان. طيب تطورت تاني، ثم تطورت وسائل الاتصال تطورا هائلا، احنا قلنا هائلا يعني ايه؟ كبيرا وضخما. فتم انشاء خدمة البريد لارسال الرسائل. يعني ايه خدمة البريد؟ ده مبنى كده بنروح نحط فيه الرسائل، والرسائل بيبعتها المكتب ده بيبعتها من مكان لاخر. لايه؟ لارسال الرسائل بوسائل المواصلات المختلفة. ايه هي وسائل المواصلات المختلفة كان بيستخدمها البريد دوت؟ الحيوانات، واحنا قلنا زي الجيات والدراجات اللي هي العجل، او السفن او الطائرات او غيرها، على حسب المسافه او ايه حجم المسافه اللي ايه اللي ببعت لها الرساله. طيب اما الان فقد اصبح التواصل اكثر سهوله وسرعه، وذلك بفضل اختراع الهاتف والراديو والتلفاز واخيرا شبكه الانترنت. دلوقتي كون ان انا اوصل رسالة من مكان لمكان مش هتاخد اكتر من 5 دقايق. ازاي؟ عن طريق الهاتف، اتصل اللي هو الايه الموبايل او التليفون بتاعنا او الراديو خلاص، او التلفاز اللي هو التلفزيون، واخيرا شبكة الايه الانترنت، ودي احدث طريقة لايه لارسال الايه الرسائل او التواصل ما بين بلد لبلد او شخص لشخص. احنا كده فهمنا يعني ايه التواصل عبر الزمان، مضمون او مفهوم الدرس بيتكلم عن ايه. يلا نحل، ومن خلال الحل ان شاء الله النشاط بتاعنا دوت هنقدر نفهم اكتر التواصل بيتكلم عن ايه. نشاط ب، اقرأ النص ثم اكمل. استخدم الناس، استخدم الايه في البداية يعني قديما، استخدم الحمام
الزاجل لإرسال الرسائل، لأنه إيه كان بيتميز إيه فوق، لأنه سريع. يبقى استخدام الناس لحمام الزاجل في البداية لإرسال الرسائل لأنه سريع. طيب يلا نشوف الجملة رقم 2، في مع تقدم الزمن تم إنشاء إيه؟ خدمة البريد، واحنا قلنا ده مبنى بروح احط فيه الرساله وهو بيوصل الرساله من مكان ايه لاخر. طيب يبقى مع تقدم الزمن تم انشاء خدمه البريد. طب نمره 3، التواصل اصبح سهلا بسبب اختراع ايه يا اولاد؟ اختراع الهاتف والايه والتلفاز والانترنت. يبقى رقم 3، الجملة رقم 3، التواصل أصبح سهلا بسبب اختراع الايه الهاتف والتلفاز والإنترنت. تعالوا كده نشوف الصفحة اللي بعديها، بيقول هنا ايه، رتب طرق التواصل عبر الزمان واكتب اسم كل وسيلة أسفلها. انتوا شايفين هنا ايه؟ شايفين حمام زاجل، يبقى أول وسيلة الحمام الزاجل. طيب وبعدين تاني وسيلة كانت ايه؟ كانت البريد او خدمة البريد. طب تالت وسيلة اللي هي الايه الانترنت. يبقى اول وسيلة كانت الحمام الزاجل، ادي اول حاجة، وبعدين اخترعوا البريد، مكتب البريد ماشي، او صندوق البريد، وبعد كده اخر حاجة اللي هي الوسيلة الحديثة هي الايه الانترنت. طيب تعالوا بقى نشوف نشاط ديل بيتكلم عن ايه. بيتكلم عن قصة المفروض انا اكملها بالكلمات ديت علشان اقدر افهمها. هنا اول كلمة عندي ايه، ارسل هائل رسالة الاختراعات. يلا بينا نشوف الكلمات دي، هنحطها هنا في الايه في القصة عشان نقدر نفهمها. يلا نشاط ديل، اكمل بكلمات مناسبة. يلا كده نبدأ مع بعض. سافرت جدتي وشعرت باشتياقي اليها، فاقترحت امي ان ايه، ها ان ارسل، نكتب كده مع بعض، ارسل. ارسل اليها ايه؟ رسالة. رسالة دي يعني جواب او خطاب ماشي. فأحضرت ورقة وقلما وكتبت إلى جدتي. هو دلوقتي بيرسل إلى جدته، بيبعت رسالة لجدته. أحبك كثيرا وأفتقدك، أنا بخير بخير وأصبحت في الصف الثاني. ده بيقول لها إن هو كويس وإن هو أصبح في الصف الثاني. وقد قمت بعمل كم هائل من الايه من الاختراعات في تانية ابتدائي، وعمل اختراعات كتيرة وجميلة زيكم كده. وانتظرك حتى تشاهديها حفيدك حامد. احنا من خلال الاربع كلمات دول اما حطيناهم هنا في القصة، عرفنا ان حامد اشتاق لجدته وعايز يتكلم معاها، فبعت لها رسالة وقال لها ان هو بقى في سنة تانية ابتدائي في الصف الثاني الابتدائي وعمل اختراعات كثيرة. طيب احنا كده عرفنا الدرس بيتكلم عن التواصل عبر الزمان، وفي وسائل كتيرة قوي 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 الناس عملوها علشان يوصلوا الرسائل بتاعتهم من مكان لمكان او من بلد لبلد او من شخص لشخص. طيب احنا المفروض خلصنا كده درسنا، بس عايزين ننوه عن فكرة بسيطة. ايه هي؟ ننوه عن الفعل المضارع والفعل الماضي. الفعل المضارع والفعل الماضي. يعني ايه فعل مضارع؟ احنا خدناه قبل كده اهوت، فننوه عليه ايه بطريقه ايه مختصره، ان هو الفعل عباره عن حدث بيحدث وما زال يحدث. اما الفعل الماضي فهو فعل حدث وانتهى في زمن ماضي. طيب تعالوا تشوف الامثله بتقول لنا ايه. ياكل ادهم الطعام، عمال ياكل في مرحله الايه الاكل، يبقى لسه في مرحله الاستمرار، يبقى ده فعل مضارع. طيب اكل ادهم الطعام، يبقى اكل وانتهى وفرغ، يبقى ده فعل ايه ماضي، حدث وانتهى. تعالوا نشوف الجمله الثانيه، تذاكر جودي دروسها. طيب تذاكر عماله تذاكر، يبقى دي مرحله الاستمرار، يبقى فعل عماله تعمل وما زال عمال يحدث، يبقى ده فعل مضارع. طب ذاكرت جودي دروسها، يبقى ده كده ايه فعل انتهى وخلاص والزمن بتاعه انتهى، يبقى ده فعل ايه ماضي. يبقى الفعل المضارع هو الفعل الذي يحدث وما زال يحدث في حاله الاستمرار وليه زمن ما زال، لكن الفعل الماضي عكس، هو فعل حدث وانتهى وليه زمن وانتهى. تعالوا كده نشوف التدريبات ديت ونبدأ ايه نحل عليها. هنا النشاط ألف صفحة 115، خلي بالكم. يلا عندنا هنا كلمات وبتقول جدولين هنا، الفعل المضارع والفعل الماضي. عايزين نعرف الكلمات ديت هل هي بتدل على الفعل المضارع ولا فعل ماضي. يلا نشوف هنا، ضع الكلمات في الجدول كالمثال، خرج يذهب
تلعبوا، حفر قال، يكتبوا قرأ يتحدثوا. يلا نشوف الكلمات ديت هل هي مناسبة للفعل المضارع بتاعها ولا الفعل الماضي. يلا، خرجا، خرج وخلاص، خلص زمن وانتهى، يبقى ده فعل مضارع ولا فعل ماضي؟ فعل ماضي، أحسنتم. طب يذهبوا، عمال يذهب، يذهب في مرحلة الاستمرار، واحنا قلنا أي حاجة في مرحلة الاستمرار يبقى فعل إيه؟ يبقى فعل مضارع. طب تلعبوا، تلعبوا، عمالة تلعبي في مرحلة الاستمرار، يبقى ده ماضي ولا مضارع؟ مضارع، برافو عليكم. طيب حفر وانتهى من مخلص الحفر، يبقى ده فعل إيه؟ فعل ماضي. طب قال، قال وخلاص، خلص كلام وخلص الحديث بتاعه، يبقى حدث وانتهى، يبقى ده فعل ماضي. يكتبوا، يكتبوا، عمال يكتب، يبقى ده فعل ايه؟ فعل مضارع، برافو. طيب قرأ، قرأ وانتهى من القراءة وخلاص، وخلص وحدث وانتهى، يبقى ده فعل ايه؟ ماض. طب يتحدث، عمال يتحدث، يعني يتكلم، يتحدث، 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 يبقى ده فعل ايه؟ فعل مضارع. طب تعالوا نشوف الفعل الايه، النشاط اللي بعديه، نشاط ب. اختر الفعل المناسب لكل صورة ثم عبر عنها بجملة. البنت هنا كلت وخلصت الاكل وخلصت التفاحة، لو تركزوا كده هتلاقي التفاحة بتاعتها خلصانة والمعلقة جنبيها، يعني خلاص ايه، فرغت من الايه، من اداء الايه، الطعام بتاعها. يبقى هنا اكلت ولا تأكل؟ اكلت، يبقى ده فعل ماضي، يبقى نختار الفعل دوت، هنقول ايه؟ اكلت البنت التفاحة. طيب تعالوا نشوف هنا، البنت هنا ما زالت، ما زالت عمالة ايه، تشرب الايه، العصير، الشاليمو في بقها والعصير لسه مليان، لو انتوا تركزوا وشوفوا نهاية العصير هتلاقوه في الكوب مليء بالايه، بالعصير. طيب يبقى شربت ولا تشرب؟ ها، ده فعل عمال يستمر وما زال يحدث، هي شغالة وعمالة ايه، تشرب، يبقى ده ايه، تشرب، يبقى ده فعل مضارع. نركب الجملة او نعمل جملة، هنقول تشرب البنت العصير. يبقى عرفنا يا ولاد ايه هو الفعل المضارع وايه هو الفعل الماضي، واحنا قبل كده كنا واخدينه وكنا شاطرين فيه، الفعل الماضي هو الفعل الذي حدث وانتهى وليه زمن وانتهى، اما الفعل المضارع هو الفعل اللي ما زال يحدث وليه زمن ما زال يحدث. ان شاء الله كده احنا خلصنا الايه، الشغل بتاعنا. استنوني في الفيديو اللي جاي ان شاء الله، هنشرح حاجات ايه جديدة. السلام عليكم ورحمة الله، شكرا.